حكى: أنا ذلك الدخيل الخفي ذو الألف وجه، علاقتي معك غريبة، فغالبا ما ينتابها الغضب، الكآبة أو الخوف. إنني عادة أدخل إلى حياتك مرفقا بصدمات نفسية بالغة قد تسبب إجهادا وضغطا كبيرا على حياتك الخاصة، فما العمل؟ هل من الصعب التعايش معي؟ وهل من الممكن تقبلي؟ إن تخطي هذه التحديات ليس بالأمر المستحيل، فهناك الكثير من الخطوات والوسائل التي يمكنك الاعتماد عليها، وسوف تخفف عليك وضغطي وتحصنك من تطفلي. تعرف علي وعلى كيفية التعامل معي، تواصل مع طبيبك المعالج أو النفسي، تحدث إلى صديق موثوق أو أحد أفراد عائلتك، فمن المؤكد أن وجود أشخاص يستمعون إليك سوف يجعل حالتك النفسية تتحسن. لا تستسلم للاكتئاب والقلق، ابتعد عن التوتر والغضب، حافظ على قوة الأمل، فأنت أقوى من التحديات، أنت أقوى من المرض، نعم أنت أقوى مني، فتعايش معي، علني لا أكون ذلك الضيف المزعج. وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة.